رسالتنا إجمالا بدمشق القديمة هي ثالث حفلة عم نشتغلها وعم نحضر شيء كتير حلو لحتى ترجع تعيش الشام ونفرجي الناس إنه نحن لساتنا موجودين ونحن كفندق قصر شهبندر مجموعة جوليا دومنا الوحيد اللي ما سكر خلال الأزمة وعم نحاول نفرجي الناس إنه نحن رح نقدم أي شيء بيدعمون ثقافي أو اجتماعي أو حفلات مثل الأستاذ حسام يعني بيشرفنا هذا الشيء. هلا اليوم رح يكون الحفل عبارة عن شغلات كتير متنوعة بكل فرقة رح يكون في عدة أشخاص رح يقدموا حالهم بطريقتهم هن يعني حسب كل حدا كيف حابب يقدم حاله في مغنيين شرقي في مغنيين كلاسيك في مغنيين بوب في من كل أنواع ومن كل أصناف. هذا الحفل تقريبا نعمله إحنا كل سنة لحتى نظهر بقلب لونا الأصوات الجماعي بقرب كل جوقة من الجوقات شو في مواهب وشو في أصوات ممكن تبين حالها كمغنيين سولو. في منا محترفين في منا أطفال في منا كبار طلاب معهد وهواة. هلا نحن هون بلونا الغناء الجماعي عادة منقدم أعمال لكورالات يعني منغني ككورال كلنا مع بعض بس فكرة أصوات من لونا اللي اقترحها أستاذ حسام من تقريبا شي سنتين أو سنة ونص إنه هدول الأفراد اللي هن عاملين هذا الكورال يقدروا كل واحد يظهر لحاله بقطعة أو قطعتين يعني كل فترة نعمل حفلة. فاليوم رح نتعرف على يعني رح تتعرفوا على الكل كأفراد مو ككورال فكل واحد رح يقدم شيء لحاله.